أعضاء المتدربين الذين جاءوا إلى هذه الدورة. نرحب فيهم. طبعا عندنا تدريب مغلق كمان. طبعا نحن بحاجة إلى تدريب المغلق كمان وبحاجة إلى تدريب المفتوح كمان. كون الظروف يعني بيتطلب من هذا الشكل. بعد إداريين من زمان عم بناطروا معنا وشفنا على أرض الواقع المرأة شلون عم بتناضل وشلون عم بتكافح. طبعا يعني تدريبنا اليوم انتم راح تاخذوا درس أهمية التدريب. كان فيه القاعدة الأساسية اللي بتحسوها هذا المجتمع هي الكل أو لا شيء. نريد كل امرأة اللي هون اجت وانخرعت لهالدورة تستفيد، يعني تكتب دروس، تسأل، تحاور، تناقش، لأني إذا نحن ما عملنا حالنا جزء من التدريب راح نشوف الصعوبات. التدريب الذاتي كمان بالنسبة لنا مهم. بلكي من فترة أنتم اعتمدتوا على حالكم وكانت حالة إسعافية، ناضلتوا، تعبتوا، بذلتوا جهود، ونحن بشكل عام نشكر كل امرأة بعد تحرير هذه المناطق